فرح بالمدرسه الاسمى آه. يعني يا زالت في رمضان صول عقيدتنا العظمى الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برنوته كتاب خينا መደረሰቱ صيام መምበርኖተ ረመዳና ክታባ እጁ ደርሲ ሳ ሶማነ ከይሳ ሶማነ አዲደም ደብርሰን ኦፋ ትሬ ጉያ ለማ አዳማ ሰኒ ረአገመ ድር ደዋ ወይ ገድ ዱፌፍ ጉያ ለማ ደርሲን በነ ጅዱ ከነት ወይ አርገሜ ሰኒ ለየ ዲፈማ ገፋቸ ደ

وان رمضان ران امني براتو لا لا تر رمضان من برنوني رمضان اخون مال <سؤالك> نما برسي ساوان جو مال نما قراش وانجو نمني رمضان خي براتو سومنا قرآن صلاة زكاة فطرية رمضان الرواني براتوان وان كتاية

زكاة فتري ون جانيف إدافة الزكاة إلى الفطر من باب إدافة الشيء إلى زمنه زكاة فطري جاني يوغا جا. فتري تنا زكاة فتري جاني فتري غير كيسان زمن إسين كيس خفلم توسان سببا سومن الرا فروتين وان توفي زكاة فطري جانين لأنه سومنا رافرو دني كفالم تيجي تودا سومنا هيقو دني اسิง كفالم تيجي تودا ما لف زكاة هورينا ما حالنا ما وان تلقيتوف حالنا ما وان بريت كتوف هورينا مللي وان يدا اموت أما اللي تلتو اد اد واننا ما موفي زكاة جانيني زكاة شريعتي التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا من مال معين لطائفة مخصوصة زكاة جتشمتنو ربي قبرونا هريخي ترى فرسنتي يواو همنتك تشريعان سرتي در كما جود هريخي ترى فرسنتي سن كفلونا غري كتب كم توتاتي تربي سبحانه وتعالى خناف جئنا ما أججي سنيف أَكُمَا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل زكاة رب سبحانه وتعالى قريب كم توت زَكُمَ تاسه زكوا شريعتي هريخة ترى بكم آتي خفلو لا قريتك ترب سبحانه وتعالى ummata keeysaa maqaa dhawe garee sanitti hafaltee tuuta sanitti horiisan kennuutu bifa saniin rabbi gabbaruutu zakaa ja'ama jechuuda shari'atti akkas jechuuda akka afaan arabati yoo laalle zakaa jechuun ziyaadaa jechuma wani takka tirfi arkatuun ziyaadamun dabalamuun takka zakaa زكان توني حالا نما تولكيتي دوين مرة نما كل ستي أرجوما نما برسيفتي أرجو, سيفتي أرجو نمو حالا بريدا دا تلاماني مو هوري نماتو رب سبحانه وتعالى ويتنم تيجي هوري سرا زكا خنا باسه برخا رب هوري سا خيس خايف أك جي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال زكان يواو صدقان هوري نمان إر افتو كنبي جي صلى الله عليه وسلم مال جيچول صدقان هوري إر افتو جيچول ربي سبحانه وتعالى هقات هوري خيت رخاته وابافتي هوري خيت رزكا خناقة والربين در قمس رغودي خنا هوري خيت را, را يوغابافته ربي سبحانه وتعالى هوري سان كيسه برخاسي حاجچو هوري في كيسه برخاسي حاج ركو أدى أدى وان هوري مددو بلا أدى أدى تسلا هوري نمت بوتو ربي بلا سنجلا سباس وان سلا ظاهرة أتي هوري خان كي أسرى إرفتيخ نتخنا ربي بركاتاني بكسيبو سجد توني بركاتاني يو أو مال جد حديثنا خوني صدقان ظاهرة اللي هو هورين كان كي يوغا أتي خنيتو ها إيراتو ريد كي كرشي تكيوخن سجل تامي سجل جيتو ظاهرة أتي لال لكن سوابني أتي هوري خن الرا سوابني أتي خننا تنرا أرجتو سوابني أتي تنرا أركتو وان أتشين هوري خن را سن سيغوتا جيتو أكاس جانين زكان فطري زكا يوغجان

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها خن متكتا فول ربي تبرباد تربي برا صواب تبرباد يوغا خن تي سنين ربي خن كبرا سواب أركتا جئرة نبي كين عليه الصلاة والسلام إذا لما زكاة جئتون كان جئتون مالف زكاة فتري جانين لأنها تجيب من الفتري برمضان لأنها تجب بالفطر من رمضان ما لف زكاة أنا فطر تيركسان ما لف زكاة الفطر جانين إسيتنا تدرك أما نمرت غدما. أما صومنا فرودا درك أما تاتي جيتشون صومنا فرودا زكاة تدرك أما سرات تاتي جيتشون أكبر قدمني ربي مسألة لما دا فطر يخون يوم درك أما زكام بيتري قافو ما صومني دير كما قول أمي كما زكام فتري زكاة الفطر في شعبانة من السنة الثانية من الهجرة باتي شعبانة برا لما فا نبي مدينة قليه صلى الله عليه وسلم برا لما فا دا سان كيسا فترين دير كما قول قافلين ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ ما لف برباتش ذاتي زكاة فطري؟ زكاة فطري ما لف برباتش ما لف زكاة فطري لا برباتش إذا زكاة فطري برباتش سيف أكدت أنو ما لف ربين زكاة فطري در كما نرد تقول جزي هندا شريعة خيست ربين يوغا در كما توكو غبروت الرد تقول ما لف قد يجعل اللين غافة حقيقاته أمو توان نبين هميجروف صلى الله عليه وسلم ما لف زكاة فطري لا برباكساته ما دير كما قوله عن عكرمة عن ابن عباس قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للسائم من اللغو والرفث وتعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ما لف زكاة بدري هذه زخنة خيت نوي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام زكاة بدري نبي كينيا أجد بيتين زكاة بدري درك أما تاسيس ما لف طهرة للسائم نما سومنا صومنا به خنا نما خنا قل كل من اللغو وان فايدان كم نيفي والرفثي وان فكت رمضان خيستي اسرى ارقم وان سن اكزك زكاه زكا فطري خنان اكا ونس اسرى قل كل في ربي تاسي سيجي نبي يا زكا فطري درك اما تاسي سيجي انين نما سومنا قفا مري زكاة فطري جوليت ديكو ان سومني رلي ني خفلما هاتو باينان نمني وقا سومن ندر كما قد أمي بأي نمني سومن وان سومنوك طهرة للسائم جيمالي جوليت اتقو الرئيس نما خفالما نما دولة سومنو اندن ديني رلي نما خفالما فترين هن در راو بعد حديثة خنا را بني هبنة ربي سبحانه وتعالى ذكى فترين را تاسيسي في توكو للسائم نما سومنات آهر صوف من اللغو والرفس ما للغو يجون وهو الكلام المغلي و وهو كلام الملغي ساكت الباطل ما للغوي جيتش جيتش فايدان كم جيتش دربما جيتش فايدان كم جيتش خفا جيتش غبواتي خاكلي نمان كيبل خنمني رمضان خيس دلق جيتشوتي جيتش فوكتا جيتش فايدان كم جيتش خفا جيتشو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وجلهاته يتكلهاته وان من جت تنكنني وان فايدان كمني تنم رمضان خيسا ارغم سيس وان سنجتو لغوي جتو وان سنجتو جيشو رفس جتون هو الفحش من كلام جت فكتا جتبالغي جتبرين خنبني افان رمضان خيسا جو والرمضان وجول مدالي

وان سربي سيغوتا جيتشو لدو خنا وان اذا كان في دنيا باكي زيب كان جيتشو خالا للمساكين والفقراء ويا ايدا خيس نمني مسكين اخذ نمني الابان كون اركا قليين كون اكا زكا فتري ويا ايانا خنا وان كان نياتف اتفايدتي نياتف جيتشا تاسفا ويا سلا نبني خيس قمدو خنا و ابو غمّدو و خنا لم تي و قبلي خون الليل وان فتي اذا خنان نموت شركه أكأيان امتى وجه وجين ايانيك فتجون سدفان قالت اربيتي في وين اذا كان فطري يقول ايه قالوا تلا اذا كان فطري و نقول ايه ربي قالت فتوفي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى سومنا برنا سومنا خلاسي لافسي فيادا سي سومن سي اتي نغيقب اتي ما تنتي نغيقب سومنا ربي سي لافسي رابطة سومنا تس ربي سي لافسي هجي لي أدى أدى هجي خيري رمضان خان خيسا قالت قلت ربي وانسان سي لافسي ججة فتري خفلت ججة قلت شكري ربي فتري سان كفل تاج إذن فتري وان نور رقود أمتف خنافي قباب دوتي وان زكاة فتري برباك ساتف خنافي يجود غافي نفرفا هيا إيغا زكاة بتري روالي قلي زكاة فتري خون هنغم تكاتو نمرتي وجب متانم تقررتي هنغم تكاتو وجب أجمع العلماء على إخراج ساعٍ من كل الأصناف وني علماء الاسلام الرولي غلان غوسما وان علم نما اومش وان نبني نيات غوسما فدي هاتو وان علم نما نيات سنرا سجود توكو اكباسن خنا الرولي قمدي في زبيب الرتي والدم ندو في قمدي في زبيب جيتو قمدي في زبيبني ونخريوان قالي وانتيف خني بدلا كيلوته بدلا سجودا ته إنا سجودا مدي لما أكته إما ما معاوية أنا كقدم لي تأسيسة ترى خلافني أشرت أرجعه أما والراجع خنماو الرجال ما ذهب إليه جمهور العلماء وأن الرجريس علماء خرا خلا إسان مرة إمام مالك شافعي إمام أحمد قوسو ما فدوها تو فدو قمديتا فدو الزبيبة فدو تميرتا في دقيقاتا وهما فدوها تو ونخف نبي صلى الله عليه وسلم در كما خخاي سجودا رخاي ما لرغان كنا رغان جرخون قبطي سجودا تاسيسي خون ما إني رغان حديثة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر ساعا من طعام أو ساعا ساعا من شعير أو ساعا من تمر أو ساعا من أكتين أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال نبي يا محمد صلى الله عليه وسلم زكاة فطر خفلا سجودة كو تعام تعامجة يروسن

walmazzanu abutumala gatitti ogalalan wali oolta'utu mala ammoo akkuma feeyo haa ta'u suguda kafalama jecuua suuni un garbuu yo ta'ees sugudumaakafalama timira yo ta'ees sugudumaakafalama anan goggogaa yota'es suguumaakfalama zabiiba yotaes suguumaakafalama suguni kun maal akka ta'es gaddeemne laala yo rabbi fee jechuua ما مالي ما دليل لي حديث خنا مال جچودا حديث خنا كميني مال رد دليل تو دند خرالماني دليل حديث خنا ار كچو دند نيا طعام جچون ها امه حجاز بي عربا قافسن حجازتي طعام يوغا جان قمد رد سنيفو قمد الرئيس سجودماتو خفلا ما ملي ونبرون خلماني أنه ذكر أشياء نبي إن واحد دو دبته تغتين سي والدبت غتين بو في غتين تميرا غتين في تكامي جي هاتوا هاتو خنوما غتين سلي والدبت هو غاما خفلتي دي بني خفلتين أمو سقودة توق أبا جي شو أغر سدو واني إلما نمر رأيه غمو وسنتين وان سني وصنتين واني برباكسو سقودة فدو أرشد دبخون باسي خون فدو دبلا ما باسو سنيم دبين وني خفلمو فترين سجدة توجهون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من تمر سجدة مرا يواو سجدة غربو يواو سجدة زبيبة قبر الرتس بلسر الرتس إكراتيز قدراتيز من المسلمين إما مسلمات هنداو داو جي زكاة وامبرو وجي أدى جي وامر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وصونا مني قما صلاة عيدان باني أكا خفلمت نبي نؤجج جي وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نتي صحابني زبنا نبي محمد كيسا

أميرته كمدين بيشام كمدين بيشام إس أو مشمته مال جي معاويان أني أكي يادو وني نفكاد كمدين الآن سافي خنا قربوا جي ولي مزنتو كمدين درجاء كبدي نمنك خفل مدي لما ها خفل وجي مدي لما سقود الرابة كبوتي جي معاوية دبي خنفيد قافو مسنو أبي سعيد الخدري يكون درا الأبد ومن نمو نوا كيبا أكسر راي مدي لما دي بي إني قمدي يوتي وان برو يوتي سقود ما أمو قمدي يوتي مدي لمجي معاوية أكس قد قافسا أكسر راي وري مزبا أبو حنيفة دا يوك أمديته مدي لما خجو خنا جمهور العلماء ديني بكم يافان جيتو وكان الاشياء التي ثبت ذكرها في حديث ابي سعيد وننبين حديث ابي سعيد كيس دباتي خون و الكيتا مقدار وان ستي فدل على ان المراد اخراج هذا المقدار اب جنسي في اليهاتو والنباس ديركما سجود أكته، هو و لاك بروتوس سو نبي أخي خيجي ابن حجر هذه هجة الشافعي هنا رجاء إمام الشافعي في نما خراسة ديمية أما من تيج إنان سجوداني اجتهاد معاوياتي هنا دليل قبو أبو جيجدو دليل أنك أبو دليل بك خناد ديم أبو سعيد الخدري هو لبسيت أنا باس لفاخئت أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أكما جافا زَبَنَ نبي محمد باس أبدا إن رُجِئِ جي أبي سعيد غافة سنو درن آبات أما أصوفي أشوفي خلاصة المسألة شنفان دبي دامالي أن الواجب في زكاة الفطر وأن زكاة الفطر ساع سجد من غالب قوت البلد وان بيي سنيات بيي اما صومان توتو وان اسينيات الرجري سبييت جتول اكا نما توكو توكو تو سنتين الرجري سبييتون مال نيات نياتا مغالاتا كتا كتا روزا في باستا في مكرونا نيات سنتين امني بلان اكا مال نياتا مال انجراتا جراتا مشينغان جيراتا غربو في قمدي نيان خنا يخنا خنا وما ماشي لا ترتي اگر تو خنا ام جروف كانان جيراتا جچو اذا خنا لي هي قمديس تهي غربوس تهي تيميراس تهي زبيباس تهي انان غوغوغاس بوقولو في مشينغاس وهما فديو هاتو ها وني خفلمو سغودا رأيم ياني معاوية يوك أمديتي مدي لما اجتهادا اجتهاد معاوية أكنومات رأي ساتي خليني دلق نمني إسر رجبالا خنبي وجتوري خكابي سعيد الخدري هقم سنو أفان أبد سقود الران جيرو أبدا جي مومن دبي وهم فل الله تو متانم توقتي واني وجبو سقود جيتو فطرية حمام تكاتو سقود جام ساعي جتون أكم مدي أفر أكو حماري أفر حركة نما جدو غليس نما خيزاب الرقودان تي يواو حركة سا حركة تقان نما جدو غليس حماري أفر أكنا حماراني حماري أفرانسانتو أفرانسانتو مدي جاماجي أكنو مرة توري غافنا نجولي أكسنو راباسات توري

ammo yo hamma fee guatejmafe ni gudifnalleeyojea hamafean kiilo saibiabfiiin mata nama tokkotti yo ugaa gudate lakk ihtiyaata gama khiyya hafini ha ida'amtullee yojee namtokko badala gama khiyya haftu narraa ha gamas dabalamtullee yojee kiilo sadi oliimkiilaasajiru كيلو لا ما في غراما أفرطت را الى شنتما عبد الله سي سفر اجرا كسو ما بي ما هو جي سفر خطاب الراي مخلر خنا وسين كجرو توبا كان هم فطري هم, هم مساله شنفه ما لي زكا زكا حكم زكاه فطري زكاه فطري حكم انسا شريعه خيستي واجبة بالسنه والاجماع دليل حديثا في الليل عليه إجماع علماء إلّا من اللي لأ اللي واجبة درقما رب سبحانه وتعالى قبرو ترتي قول اجيشو. يو حديثة فلاني حديثة عبد الله بن عمر قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر نبي كنجا درقما تاسيسي أجج ربي زكاة فطري لا سجودة متانا ما توقت تيمير تمير الراتوس سقودة يو سقودة سجودة قربرة نما قبر في خبلساتي في ليرادو برتي في تكا قد نما مسلماتي هندرت نبي فرادج لفظي فرادات في ديو جيجور درك قمتو خناتن اغرسيس حديثنا ابي سعيد الخدري اللين خنا نما اخي خجيجور حديث خلاص سباتي واجب ما نساجيجور اما اجماعه قال قال <سؤال> ابن المنذر واجمعوا على ان صدقه الفطر فرد علماء الاسلام وليف قال ابو ما فيدو زكاه فطري لا درقمه تو خربين قبر تشر تاسس جهتول زكاه الفطر واجِبَةٍ واجب دو. واجب واجب برو واجب لي برو اما زكايو هريفه هري, هري قدا قد قباته فرسنتي تكا نما قبينيا قبوتو خفلا واجب صومنا يوتي نما دنديتي قبوت صومنا واجب حجيت نما هوريك قبوت داكا واجب ني فطري مو واجب واجب هندر عجائب واجب نبرو برو نمني بالغ العاقل تود عمر انسا نما درقم شريعة فدت تود لكن واجب ني فطري اقا في نما صومني في خان سومن نيس اقا في قدر تيرا دوبرت واجب ادا خبف أدات لا لا مجهول إن إيه يرتي على من تجب زكاة الفطر تجب على كل مسلم لما مسلمات يتوك إكاته قداته ليرته دبرتيتي قبرته بلسته خلرت واجب حديث عبد الله بن عمر خقرات الرسان فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من تبر أو ساعة من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى

أبا مناتو إرابا ساجة شوردو أكي بيك كمارا كسوم أكي نمني حجيتو لينا كسوم أبّال لكاوي ورها دور ساتي في المان ساتي نموت خنّرّا دركما أبّان منا زكاة الفطر أقوم مصروف لنو يرد زكاة الفطر باسون إسرات جراء وانجودو أمو هديزة خنا قبدي وقلالا وانا جايبا في دي بك خلات مي رئيس بوسا وان سنزد ولكن المرأة قبل زواجها دبرتين تكا ودن هيرو من دورا دبري دو تكا شمرين ودن هيرو دورا يو واقبات وفما في فرا باسو قبدي زكان قدر قمت اسرتي ملي ابا اسرتي ميتي اكو مسلاته من امان سلاني أكما ما سومنا من ما نسومني واجبنا من ما نكافلو واجب أبا إرته وفي الرخفلا متى يوم نخفلت يوم ما قبادتباتي وفي أب ما ترخفلا وهذا مجمع عليه وأن روا لي جلاته وأمر مين قال إبن المنذر وأجمع على أن المرأة قبل أن تنكحها إن تلتي ذك وسنهرو من درة سلادي رمال غفتاو ييغ دوبري دوبرين وقت هي زكا زكاه فطريه متافيتن في الراباط يو واقبات يو قباتو بات ابا الراباس امو ايغ هيروم تيو ايغ تي فتخرج عن نفسها زكاه فطريه متاو في الراباسو قبد ايغ هاد مناته واجبن خ الزراتي خقدمي ابا منراتي ان ابا من مران صلاتو باسو قبدي جي مسالان نوتكو هارا فقات تاد دير كمامي أبا منا راباسون رو واجبامي أمو يو راباسي ما شاء الله سلا أكا أفتي اسمتي وان كانت أنت أفر راباسو لقب وهو الراجح مسألة خيستي بدلاً أكا قرتي أما أبو ممنات الراباس جان سنر خنات الراجحة ابن العسيمين فرحمه الله مسألة تنا إر راجحة قلاني جان مالف جنن زكاة الفطر واجبة عليها زكاة الفطر خوجب بإسرة يمكن يرى وجب لا تسقط عنها إلا بدليل أكاس جانين دليل مالي إرابون دن يعني. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه يو إسامي جاوي أداؤها لبوسات إلمان سات إتكا هورين كمنة أباتو إرا خفلون دير كما جولتي دي تكورا لكن نما أفدن دي انت لو قدو مجوا قدو زكاة فتري وفي في باسو قباني يوخا قباتا تاي أبانا مو دير كما باسو يورا خفل مو نواتا يا خفلتيني دير كما نقبو أبا دير كمني إرا جروتو فرا باسو قباجي ورمس ألا خنا فيدتو أكاس جانين أما جئت نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر رحمه الله جئت نبي محمد عليه الصلاة والسلام والصغير والكبير يقاجو، ظاهر حديث خنا مجاتي كرتي فتري وجب جئتش أغرسي جوليتي تقرات لكن المخاطب عنه وليه أما نبني دبين كون حاصل وليي جوليتي فوجوبها على هذا في نمتيكا جولي تيخنا خبكخنا خانا هوري خانا را أبا جولي سانيا أبا إلماني تيجي جولي خوني واي زكاة فطري تيجي جولا زكاة فطري خوني دائما ألا ترى خفالما ادو الراس سو من بروف ودو دون نسين لدرا دقيقه شن اللي يو دلاتي كان الرابه خيسجرا اكن وجه موان وان كوجرا ويستحب اخراجها عن الجنين المو غراجر تروح أفو فم تباتي افري اول دبرت يورا باسن وان قبويا لانه سلفني باسات تري قال ابن قدامه في المغني ومن اخرج عن الجنين فحسن الفجارج رترا يوبا حسن ومنكب وكان عثمان بن عفان يخرج عن الجنين الفجارج رترا عثمان بن عفان ايغلوبون تي افو فمته فترى باسات تري يو اكسلي غدان واهما انكبوا جيدو لكن واني الدوبي كميمي لما اك علم تما اكبكم وان جراتي قرنا سَيَنُونْ سينو قارين امر فادا مالي اولاغان شرطين زكان فطري نبا وجبون مالي اولاغان ونوندي شرطي اولاغا قبتي اولاغا تمين ما وجب لا تجب زكاة الفطر الا اذا تحقق فيها ثلاثة شروط اولاغان زكان فطري نبا وجب اولاغا سدي يو اولاغان سدي سنجران زكان فطري وجبو ولاغان درا اسلام مال لم لي مسلمان تين كيهودا نصارى وقيفتا وغيرهم زكاة فطرية ردر كمان لأنه يراون جرو وان سنرى قداتهم كمان زكاة فطرية تنين قافة من حديثنا عبد الله بن عمر فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفتري حديثة جيخيستي اكافي قدات ايرافي دبرتي من المسلمين جي من المسلمين جديد كده در كما اسلام زكاة بازون زكاة فطري طهرة للسائم جنة نما صومنا سومنا دقو قرة تقو تقو في وافي خيت اني ارقم سي سي جنة خننم تي جاكافر آخنا مال رات آران کنا اللي سومنا لن مال وان اني باعتجر وان زكاة فطري نما ران ايني كفري إني دو خناب نما مسلمان تهيرا ولا قال لما ني واقباتو دا قباتو بافتا قبيني زكاة فتري خوني مو خاكمي قبيني بروتنا الداد دن دنديتين اكامي دنديتين زكاة فتري ان يكون عنده يوم العيد وليلته ساع زائد عن قوته وقوت عياله وان اني قويا ايدا نياد هل كان ايدا سنياد Guyya idasen yaturay sugunni tokko ise birat yafejechul. Hal kan ida iranyate guyya idatis isagehe samle sugunni lafati yafejechul. Sugudasan firaba asejechul. Boriyo magnyat. Isafirab wa rabbisar azakañahatat. Wajib nisa wajib aknat ajaibatdu wajibn zakafet ridu. Dendeitil hindi akabakaseti walab غني خجا مؤمما بك زكاة فتردي نما وانغو يا إيداتي فالكنيا إيدانيا ترى إساحة في نمني أبو غني جاب يو واني نمني كابو إيداتي يا إيدات نمتي ربي إساحة اگر ما جانين كنادو. أكاس جاني شرط إلا ما ني شرط إن سدفانا أن تخرج في الوقت المحدد لها زكاة فتريخون يرو إسيد أف مكات أو مي بكميسان كهت خفلا يرو كنان بلاجد قوزرين تين يرو سان دبر سنان زكا يرو سن خوت واجب ما ساتس خوت دو صدقاء تاتي سواب عرقا چون أمو زكاة مان جانين أنت تخرج في الوقت المحدد لها لزكاة الفطر ثلاثة أوقات زكاة الفطر يرو صديقه يرو أفرين كبو يرو, 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 يرو زكاة الفطر يرو درا يرو درقم اني سر ربكو نمو جيجو يرو يرو سنات جنين يرو صدفا يرو زكاة خيس حرامات جيجو هذا قباب سنة يولال يرو واجبا يولال يرو زكاة الفطر وجبو آخره إن قياسه دا أدون سينو جيتو ويا أمّا صدّمَا خَنَا يُغاو دي الدّمِ سَقَلِ خَصَوْمَنَا الرابودا خَنَا أدون سا سينوني زَكَان فِتْرِي وَجَّبَ وهو قول أحمد ورواية عن مالك والشافعي في الجديد لأنها تسمى صدقة الفطر جامتيو فطرين أدون سينتو مَلَيْنَا مِنْ فرا አዱን ሴኑ ደን ጉያን ኢዳሴን አዱን ሴኑን ሸዋል ሴን ጀቹን ተናፍ የሮን ትን የሮ ዋጅቡን ማቲ የሮን ስን ተነ ጀቹን የሮን ዘካን ፍጥሪ ደ ዋጅብተ ሁ ሀልከን ኢዳሰን አዱን ሴኑ ደን አርገመ ጀቹን የሮን ለማኒ የሮ ሱናች አኒን የሮ ዘካ ፍጥሪ ከኢሳክኑን ሱና ደ ጀቹን ከኢሳ በርባችስ አደ ጀቹን سنو يرو لما يرو زكاة هي خيسك ينوم برباد توكو من طلوع فجر يوم العيد إلى صلاة العيد خلا يرون أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر جنين أفضل الأوقات قيوم عيدا فجر را صلاة فجر را هم صلاة عيد جيتون فجر عيدا في فجر جدو وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه كان جي عبد الله بن عمر نبي الراحدي صلى الله عليه وسلم وسود الري ايده تنبانه نبني خفله غمد الري ايده دي مجتول ابن يعني عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر باخراج الزكاه قبل الغدو للصلاه يوم الفطر نبي ني اجج صحابه صلى الله عليه وسلم زكاه فطري خفلا جي ادو اسان هن فني فن غما صلاه ايدايا اججا قد النبي صلى الله عليه وسلم يرون قالان تن قال ابو عيسى الترمذي وهو الذي يستحبه اهل العلم ور خنفله خنأك اك سنه جَبَتِكْ قبات انجهو صدقه زكاه فطر ايد درا ادو غما صلاه ايدان بانه خفل مُؤَكَّكَ اك ابو جهو ونما قدم امته قيا إيدا خيس دروم سو أكيسان نمان كدن أكا جنب تشوتي تنافو أكاسك كنن تناف ما جن علماءين ينبغي أن يؤخر الإمام صلاة العيد إمام صلاة عيدا بودا أن سوق أبا يا إيدا فتري لا أمني يرو أرجته زكاة فتري وفي الرابسة جم صلاة لفو صلاة عيدا جرجر سوق أبو إمام نيجان صلاة عيد الأضحى يرون صلاة كيس أكنمي دي بيه يا حيا يو صلاة صلاة فتري تي حقا في الرأى خفالي دفو إمام ني صلاة دراجر جرسون قبو لأنه يرون جبدون زكاة فتري دا تانا تانا تنمني رتي يفتو ابو جيتشون يرون لما ني سنة جمتي قبل العيد بيوم أو يومين عيد درا قياتوكو يو أو فقط فهذه رخصة جاءت من عمل الصحابة وجي صحابة رأدوا في وعملهم متبعون هجين أما هجين صحابة جلدي ممون ندن النافع قال كان ابن عمر يعطيها ابن عمر زكاة فطري نخن الذين يقبلونها ورزكاة فطري تنيب وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وكانوا يعطونه سحابا زكاة فطر نخنن ودو إيد فطر درا قياتوكو يواو قيالا مجيجو أكي خون صحابا را عرقمي وانجروف جروف إيه ندندها ندن دها إذا درا قياتوكو يواو لا مجيجو قال ابن قدامى في المغني فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائزون ويا لم درا دبر صن وعوجياته لبكا لما روى البخاري بإسناده أن ابن عمر قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ربي النبي صلى الله عليه وسلم درك متعيس جهاديس خنهمه وقال جيبر عبد الله بن عمر وكانوا يعطون صحابا زكاة فطري خنا دوران قبل الفطر ودو سومنا فر ودو ايد فطرين سين دورا غيا قيوا واو وهذا إشارة إلى جميعهم كانوا وقاجوا صحابون نهدون أكرا تران جيتوا فيكونوا إجماعا نماتكم على إجماع صحابات يأوج قال الوزير ابن حبيرة واتفقوا أي الأئمة الأربعة علماء اماما افرا على انه يجي يجوز تعجل زكاه الفطر قبل العيد بيوم او يومين اي أفران خلافا كما كان الرد تعجيل جانين زكاه فطر درا غدون إذا فطر درا بويا تكو لما تاسسون وما انقبوا جاني اي ما نفران الرولي قالن هم خنا يدرغدان

وقال إمام الشافعي إمام الشافعي ما يجوز تقديمها من أول شهر رمضان هو قمة دور رمضان نسينو اللي في زكاة فتري يوبا سنين مسكين تسوه ماني ومان قبوج إمام الشافعي مالف لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه سبب الزكاة كون قد أميب صومنا في صومنا الرافرون صومنا دروئي قلي فرونيس أصومة دي مجرتي يوكس قد أمبال فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها سبب ما نرى صومني أرجعه فرنسيس لفوف تادير كما ساتي كما درايو خنا قال ابن عثيمين وهذا ضعيف أي قول الإمام الشافعي جت إمام الشافعي خام أول شهر رمضان تخنا قولي ضعيف لأنها لا تسمى صدقة رمضان وإنما تسمى صدقة الفطر من رمضان أما زي صدقة رمضان تيمي صدقة الفطر من رمضان فورين أرقم ويا لماني في توكو رخصان صحابة رفع سمالي باتي تكدر دربو أني رمضان أولك فلن جججو جج جيش دعيفا فلا تمان حديثة وجو ليسا جي إنو خو ويا وخ شافيخون إيه إمام الشافيخ أول الشهر خن أبو حنيفان آمات توكو يو درخ يجوز تقديمها يسيت <applause> على الدرا من أول الحول لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال زكاة هري أمتك تعجيل قولون وأنت يتنزك ما في فتري يودر فلان هما أنكم جي إنه إنما ديمي أغنوهم عن التواف في هذا اليوم جي النبي صلى الله عليه وسلم مسكينه خوني أكا قويا خانا خيسا قندا خيسا ديد دي من دروم ساجي قافا أماتا دروم بوتين تغنيد لم تجي أماتا زكاة فتري أفوري شنو في تخاك زيدي دي, دي مقصود فتري أرقمي بسن لين لفشلا خوني بأربا كسامي دبين جبان الرجال زكاة فتري قويا إيدا صلاة سبرة إلى صلاة إيدا أما ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرون لما تنا يرون زكاة يرون صدفة يرو زكاة فطر خيست حرام قد أمو سنمال بعد صلاة العيد بغير عذر عذر شريات ملت صلاة عيدة بود زكاة فطر يرون سو يرون زكاة فطر إنما يرو حرام التاتي ملي زكاة فطر باسني فمن أخرها بعد صلاة العيد لم زكاة صلاة عيد بودا بودا آس متعمدا بخادا لغير عذر عذر شريعتك كالت فهو آثم لدلاوة واجب بكسر دبر أنا نما صلاة فردي بكسر دبر سيت عذر لأنه ترك فردا فردي رئيس وللقاعدة كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل قاعدة كناجرة شرياخي شفت واجبني يروك أبو توك يو أبان بيك يرو سر رابازي إن واجبني يروك أبو يروس ستي دلقوك أبدا ملي يرو راباسون قبضو أمو إن كيف زكافي موجود زكاة فطري تاتي إن كيف لا ولكن لا تقبل على انها زكاة فطر ولكن تقبل على انها صدقة من الصدقات. أكا صدقات صدقاتك أي امتي لحديث عن عكرمه عن ابن عباس قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للسائم من اللغو والرفس وتعمة للمساكين. مسكينة لك فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة لان صلاة ايداد رغفل ما شاء الله زكاة ربي برق نَمْنِ نمني مو سنبودة خفلة فهي صدقة من الصدقات بيخلين هذا برسو أمو إردتي فُرّة خير نماتو برباجز فتر اللي تاتي أرقمو بات صدقات ني أرقمتي اتفق الأئمة الأربعة على أنها أي زكاة الفطر لا تسقط عما وجبت عليه بتأخير أدائها أقرأ يعني إمامنا أفران. نمتك دوكو الزكاة فتري رد درقمته يرو دبر سيجي كي زكاة الران كفو خفلون درقمو ما أمو سواب فتري أركتو سواب نما آخر خنتي أركما جاد أمو دمني عزري جي چبو دانس مالي عزري ري واحد دو جرا الران في جرا الران في انتورا صلاة الرتو رب سبحانه وتعالى الران في عزري نما قول إيه

درس التأن تُخَيسَتِ اللَّهِ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا